تخليدا لذكرى استشهاد حوالي 27 مجاهد وشهيد، من بينهم بنت من هذا الدوار، دوار سبغنية. هذيك الوقت انا كنت عمري 11 سنه ولا 12 سنه، نشوف الطيارات ونشوف الكوتير، ويمكن ما كنتش حاضر هنا، ما شفتش، كنت موضع من هيه في الدوار. اما كي جاوا لهنا يضربوا الطيارات هذوك، ضربوا الناس الطلبه هذوك، كانوا جماعه من هيه. نفتخر باننا باننا ابناء الولايه الرابعه. هذا اليوم 22 فبراير 57 هو يوم الطلبه، وتحيه خالصه لكل الطلبه الجزائريين اليوم، نوه بان هذو الطلبه هم اللي حيقودوا البلاد ان شاء الله، باش يعطيوهم الوعاء الثقافي الكبير ويقفوا معاهم في المحنه تاعهم. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. حضورنا هنا في هذه المنطقه اعترافا والى ما قدموه، واعظام واجلال لما قدمه هؤلاء الطلبه 22. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمدهم برحمته الواسعه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيد علينا هذه الذكرى مرارا وتكرارا.